هذه الأفكار وهذه الأطروحات اللي تم التأكيد عليها إن تنمية سيناء في الأساس هي تنمية المواطن الصيني السيناوي اللي عانى سنين طويلة جدا من الاحتلال وكان له دور مشرف مش فقط في حرب أكتوبر حتى قبل حرب أكتوبر. في كل هذه الأجواء النهارده هنتكلم على موضوع مهم واحنا بنتكلم على الزراعة، هو ائتلاف المهندسين الزراعيين. هذا الائتلاف لا فقط يتحدث عن المرتبات وتثبيت المؤقتين ولكن بيتحدث عن رؤية للزراعة في مصر. معنا على الهواء الدكتور محمد فهمي حسين، أستاذ الهيدرولوجي وجيوكيمياء الأراضي والمشير العلمي للائتلاف. أهلا يا دكتور محمد. أهلا سعادتك. وأيضا معنا المهندس حسن غازي، مهندس زراعي حر وهو عضو مجلس الأمناء. أهلا بشمهندس. أهلا بحضرتك. والدكتور صبري دبوس سكرتير عام مجلس الأمناء. أهلا يا دكتور. كل عام حضراتكم بخير. كل عام طيب يا فندم. كل سنة ومصر كلها بخير يا رب في دايماً. ذكرى 6 أكتوبر المجيدة يعني. إن شاء الله يا فندم. دكتور محمد، إيه رؤيتكم كائتلاف لاستراتيجية الزراعة في مصر وخاصة في سيناء؟ هو الحقيقة الأمر أنه عشان أرد على حضرتك يمكن أستأذنك في سطر مقدمة. اتفضل. أنه عقب أحداث ثورة يناير ظهرت ائتلافات سياسية كثيرة، وأنا واحد من الناس موجود، كنت في الميدان من بداية الأحداث من 28 لغاية 11، من 28 يناير لحد 11 فبراير. الشهر اللي تلا هذا ظهرت ائتلافات سياسية كثيرة وعرضت علي الاشتراك، يعني عرض علي الاشتراك في هذه الائتلافات واشتركت في بعضها بالفعل. وطبعا حضرتك عارف الوسائط الاجتماعية الحديثة، الناس بتتواصل بشكل شبه يومي ولحظي. لكن أنا الحقيقة تلقيت دعوة كريمة من البشمهندس فتحي عوض، لأنه مع المهندس حسن والدكتور صبري ومجموعة نخبة من الزملاء جات لهم فكرة أنهم يؤسسوا ائتلاف مهني يهتم بأمور الزراعة والري والمياه في مصر عموما يعني، وفي ائتلاف آخر للمياه. يعني هم دول الائتلافين المهنيين الوحيدين في مقابل يمكن 100 ائتلاف سياسي. فهي الحقيقة انا مش عاوز اقول شبعنا سياسة ولا حاجة، لكن هو انا الاوان ايضا ان احنا نتكلم في ما يدعم الحياة والانتاج في هذا الوطن النبيل اللي شعبه العظيم يستحق انه يبقى فيه جهد لتعظيم الانتاج، وان احنا نخلع العباءات السياسية عندما نأتي إلى ائتلاف مهني. كلنا أطياف سياسية مختلفة عن بعضها، ده جائز جدا ومشروع، لكن خارج إطار الائتلاف المهني. لأن الائتلاف المهني يبقى أنا بتكلم في شيء تنموي اقتصادي، زراعة، حياة ناس، تأسيس للمستقبل. لما ابني وابنك هيبقى في سني وسنك هتكون مصر محتاجة إيه؟ هتكون مصر احتياجاتها من الغذاء واحتياجاتها من الموارد المائية التي تكفل زراعة الأراضي الجديدة شكلها إيه؟ طيب هنعمل إيه في المياه؟ المنظور رؤيتكم إيه في المياه دكتور؟ يعني في المياه الحقيقة إحنا نعلم إنه في مصر محدودية موارد، مشكلة مناخ أساساً. أنت في منطقة صحراوية قاحلة، الأمطار لا تمثل فيها إلا أقل أو حدود 1 مليار متر مكعب على السواحل. هذا لا يكفي لأي زراعة منتظمة ولا مستديمة. لو جينا للقاهرة، وصلنا القاهرة، يبقى انسى ان في مياه أمطار لا تكفي للزراعات. زراعة مطرية يعني بنتكلم على الأقل في 400 ملي متر مطر سنويا، وده أدنى ما يمكن لكي تقوم عليه بعض الزراعات. لكن مصر طبعا فيها معجزة زراعية، هي معجزة النيل اللي خلت هذا النطاق القاحل يزرع من 7000 ويمكن من 10000 سنة في تقديرات أخرى إلى يومنا هذا. الزراعة المصرية في حد ذاتها معجزة يومية بتتم، لأنها مكافحة ضد التملح ومكافحة ضد تدهور الأراضي مع الري الدائم. وصلنا على سنة 59 للاتفاقية الشهيرة مع السودان اللي أكملت اتفاقيات مع دول حوض النيل قبلها. دي وفرت لنا مع السد العالي 55.5 مليار متر مكعب سنة الشهيرة اللي احنا حافظينها. لأن الحقيقة ان احنا بنتجاوزها، احتياجات مصر الحالية في حدود 75 مليار متر مكعب النهاردة. لكن لما ابن حضرتك وابني هيبقوا في سني وسنك يمكن نكون محتاجين ل 140 مليار متر مكعب مية في السنة. منين؟
يبقى في فارق فجوة مائية قد اللي موجود حاليا. يبقى لازم نفكر، يبقى لازم نفكر ونرشد ونخطط من النهارده لخمسين سنه قدام. تمام باشمهندس حسن، يعني انتوا كائتلاف المهندسين الزراعيين فقط افكار وطرح رؤيه ولا في مشروعات بتنفذ على الارض؟ هو بفضل الله، والاول احيي هذا الشعب العظيم بذكرى اكتوبر وازف له بشرى ان مصر زراعيا ان شاء الله قادمه، وقادمه عما قريب. وبفضل الله ان احنا في الائتلاف المهني بنخلع كل العباءات السياسيه زي ما تفضل الدكتور محمد وشرح، نعمل في الضغط. التعبير ده يعني ربما يقترن باسماع المشاهد او المواطن المصري بانه هو مصطلح صهيوني، لكن الفكره ديت فكره احنا يعني اقتنعنا بيها، لان احنا لسنا في صدد سن قرار سياسي فنحن لسنا سلطه، ولسنا في صدد تنفيذ فنحن لسنا حكومة. إدارة محلية أو وزارة أو حكومة، ولكن إحنا فقط فصيل من الشعب بيضم زي ما حضرتك تفضلت وشفت معانا مستشارنا العلمي الدكتور محمد وزملاء كثيرين من الباحثين في البحوث الزراعية وفي الجامعة، وبيضم حتى أصغر مزارع أو مهندس زراعي يعمل بالزراعة، وبيضم زملاء لا يعملون بقطاع الزراعة ربما لأن هم لم تتاح لهم الفرصة، وربما لأن هم لم يجدوا من يأخذ بأيديه. فإحنا الحمد لله لأن إيدينا على الوجع، فبفضل الله لابد يكون عندنا رؤية، لأن فعلا يعني أو المبدأ العام إن الإنسان اللي لا يحس بالمشكلة لا يستطيع أن يضع لها حلول بالتأكيد مهما أوتي من علم يعني. فالحمد لله إن إحنا المشروعات اللي بننظر لها ما هياش مشروعات خاصة، مشروعات اللي بننظر إليها أو نضع لها رؤية بتبقى مشروعات قومية، إما إنها تمس المهنة إداريا زي القوانين اللي بتمارس أو بتنظم مهنة الزراعة في مصر، اللي تعجب النهاردة أنك تلاقي فيها الاتحاد الاشتراكي ومسميات عفى عليها الزمن ولم تغير على مدار 50 سنة في مجلس الشعب ومجلس الشورى. القوانين ده هي فيها قوانين حميدة وجيدة، وفيها خلل في بعض البنود، وفي قوانين سيئة السمعة تفصلت في وقت معين لصالح اتجاه معين. عملية تمليك الأراضي وآسف يعني اللي بتتم من فترة كبيرة تحت مسمى واقعي اسمه تسقيع الأراضي، ودي آفة من الآفات اللي أهانت الزراعة المصرية وأخرتها سنوات. احنا بنبص في المشروعات الإدارية للزوايا دهيت وبنضع لها رؤية نابعة من القاعدة العريضة للزراعة في مصر. يعني انتوا حاليا ماسكين اللوائح والقرارات والتشريعات بالضبط، تعليمات تنفيذية، في لجنة عندنا قانون، في لجنة عندنا الحمد لله على مستوى عالي جدا من الدراية بالقانون وملمة بيها، بتجهز بقانون وبلوائح إن شاء الله مع استقرار الأوضاع ونزول مجلس الشعب أيا كان اتجاهه نقول له تفضل هذا ما تريد مصر، أنت المجلس اللي جاي بأي طريقة كان معلش مش هذا ما تريد مصر، مش كبير قوي هذا ما تريد مصر ولا هذا ما يريده الائتلاف؟ والله يعني إحنا لا نزعم لأنفسنا المثالية ولا نزعم إن إحنا الوحيدين المخلصين، ولكن من ربنا علينا إن معانا قاعدة عريضة من أسوان وحتى بلطيم، من مطروح وحتى سوق المصورة ومنطقة رفح. الحمد لله إن إحنا معانا زملاء كثيرين من أصحاب الوجع اللي هم على أرض الواقع زراعيين يعملون ويمتهنون بالزراعة، واللي هم يهمهم نهضة مصر. برضو لن نزعم المثالية ولا نزعم أننا الوحيدون، ولكن هذا طرح، وإذا لقى هذا الطرح قبول عند القاعدة العريضة فعلى الأقل هنعدل الكلام ونقول هذا ما تريده الزراعة المصرية. تمام. وأعتقد أن أي وطني مخلص أيا كان موقعه له الحق أنه يأخذ من هذا الكلام ويستنير به. تمام. لكن لا نفرضه. دكتور صبري، حضركم كمركز بحوث زراعية وغيركم من الثينك تانكس المراكز اللي بتفكر في مصر كلها والمؤتمرات اللي بتتم نتائج وأبحاث وفي الرف، عايزين بقى نطبقها على ارض الواقع، ايه دوركم في الائتلاف لتفعيل هذه التوصيات وهذه نتائج الابحاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله مشكله التطبيق دي مشكله قديمه ومستمره لحد النهارده.
مش عايزينها تبقى مستمره بكره بقى. ما هو للاسف احنا يمكن من ضمن خطوات الائتلاف ان احنا خدنا اكتر من خطوه، قابلنا معالي الوزير، قدمنا له افكار ومقترحات، وقدمنا له بعض المشاريع المفروض انها يعني كافكار زي المهندس حسن ما قال، ان احنا بنقول دي رؤيتنا ودينا في ايد اي حد عايز يخدم البلد. لكن للاسف لحد النهارده طبعا برضو الوزير كسلطه تنفيذيه يمكن مش عارف واخد وقت شويه ان هو يفكر ان هو دكتور صبري، التنميه في مصر 80% عند القطاع الخاص. تمام. وحضرتك رايح الوزير. تمام. الوزير كان بالنسبه لنا كمجرد بوابه، ان احنا بنخبط على بابه ونقول له في حاجات، ان حتى القطاع الخاص لما يحب ينمي ويعمل مشاريع لازم بياخد موافقات من جهات حكوميه عديده. في مشروعات موجوده يعني عندي مشروع نحو زياده انتاجيه الالبان في البقر مثلا، هروح اللي عندهم مزارع البقر وعندهم مصانع الالبان وهقول لهم يا جماعه خدوا الشغل ده، او بنعمل حلقه الوصل بين الجهه البحثيه وبين وبنضمن حقوق الجميع. تمام تمام. ده الخطوه فعلا الائتلاف الحمد لله ابتدى بيها. وبنعمل دورات تدريبيه للزراعيين، وابتدينا الحمد لله عملنا اكثر من دوره تدريبيه سواء في كليه زراعه جامعه القاهره بالاشراك مع رابطه الخريجين فيها، وفي اكثر من مكان ثاني، ورابطه خريجين زراعه عين شمس والازهر وفي اماكن ثانيه متعدده، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل الفكر والاسلوب العملي الصح لكل الزراعيين. دي بدايه، دي خطوه كبدايه. موضوع دور الائتلاف كربط بين الباحثين وبين اصحاب المشاريع ده عايز معيش جهد وطاقه، احنا بادئين ندرس ازاي نقدر نربط بين الاثنين. حاجه مش سهله يعني. كويس. اسمح لي اتفضل دكتور، اتفضل اخد الخط من دكتور صبري في الموضوع المهم اللي حضرتك بتقوله. احنا من خلال الائتلاف برضو جات لنا فكره ان احنا يبقى عندنا بوتقه افكار اللي هي بيسموها بالانجليزي الثينك تانك. يعني احد الاشياء اللي ناقشناها من اربع ايام بس عفوا كانت مساله تطبيق الابحاث اللي حضرتك بتوسرها. الحقيقه دي جزئيه مهمه لكنها في ضمن منظومه شامله بتحتاج الى حوار بين الاطراف المعنيه. احنا من خلال الائتلاف برضو بنثير قضيه ما زلنا بنطرحها بيننا وبين بعض في الحديث، ان احنا بنقول والله مصر محتاجة إلى مؤتمر قومي زراعي مائي، يعني الناس تتحاور زي ما حضرتك بتقول المزارع البسيط، طب المستثمر، طب القطاع الخاص اللي هو أساسا هو عماد الزراعة المصرية شئنا أم أبينا، بدءا من الفلاح، هو بدءا من أصغر عامل زراعي فلاح هو المستثمر الأساسي في الزراعة، في إيراط ولا إيراطين ولا فدان ولا خمسة، إلى المستثمر اللي بيمتلك مساحات أوسع. يبقى الأطراف المعنية لابد أن تلتقي وتلتقي على خير وتتوائم على أن يطرح كل منها رؤيته مشاكله، حوار مهني بالدرجة الأولى، رؤيته ولا يصل رؤيته إلى ولا مصالحه. دائما المصالح مرتبطة بالرؤى، لأنه حتى في سياسات الدول احنا مش ائتلاف سياسي زي ما قلنا في البداية، ائتلاف مهني يعني، لكن المصلحة هي ممكن ما هو خلف الستار. معلش يا دكتور، معلش باستمرار. انا ما بطلبش المثاليه القصوى يعني طبيعي. بس في حرب اكتوبر كانت في ناس بتلغى من نفسها بحزام ديناميت وتدخل تنزل تحت الدبابه عشان زمايلهم يعيشوا طبيعي. يعني في ناس كان بيفقد حياته طبيعي. باختياره عشان غيره يعدوا عليه ويدخلوا يحرروا الموقع. انا ما بقولش ان ضحي بالبيزنس بتاعك او ضحي بمشروعك، لا اطلاقا، بس ربما النسبة الارباح اللي كانت بتتم 800 و900% ما ينفعش النهارده بالظبط. فمنقاش انا بطرح رؤيه مستقبل مصر مصلحتي انا دون الاخرين. حضرتك عندك حق 100% سواء كمستهلك او كمنتج يتم الاتفاق عليه من خلال حوار مجتمعي. يعني قد انقضى عهد ان تصدر القرارات العلويه لينفذها من هم في ادنى في المستوى او الشعب باجمعه دون ان يكون راضيا، لانه كان هناك خلل في الاستمرارية من أعلى إلى أسفل، وعندما يأتي الصراخ من أسفل إلى أعلى قد لا يسمع. فأنا الأوان أن نعقد عشان ما يضيعش بقى العشر سنين الجايين. لو أنفقنا في الزمن 6 شهور لمؤتمر زراعي مائي قومي حواري، حوار على مستوى البلد، آلياته على مستوى مصر. آلياته إيه؟ آلياته بسيطة جدا. آلياته أن تطرح مستقبل رؤية مستقبل الزراعة المصرية والموارد المائية في مصر على الناس في نقاط 3 أو 4 نقاط عشان ما نتوش الناس في جدول من 70 نقطة ولا 20 نقطة. حتى بعد 5 نقط في أي كتاب علمي في الدنيا مستحيل أنك تلاقي نقطة رقم 6، هم 4 5 نقاط. النقطة الأولى الحاسمة أن هذا البلد
علشان ينمو تنمية زراعية ويبقى سستينابل يحافظ على استدامة انتاجاته الزراعية، محتاج إلى تدبير موارد مائية مستجدة جديدة، مش مية النيل الموجودة حاليا. حضرتك سألتني في البداية عن سيناء، سيناء مثلث شبه جزيرة مش كده، يحدها البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، يبقى عندك مورد مائي مالح موجود. احنا لو رجعنا لاساسيات اللي بياخدها اي طالب في الجامعه في موضوع الهيدرولوجيا والزراعه، بيتقال له انه اكتر من 97% من المياه على سطح الكره الارضيه هي المحيطات والبحار. تمام. يبقى انت ما عندكش على حتى مستوى الكره الارضيه ازمه مياه، انت عندك ازمه نوعيه مياه. بالتاكيد. وعندنا شمس نقدر نستخدمها شمس لتحليه ميه البحر. بالظبط كده. طاقه تمام. رخيصه، والنهارده الريفيرس اوسموزيس اللي هو التناضح العكسي بيخلي الاسعار بتاعت الحصول على مياه عذبه او شبه عذبه من مياه مالحه في متناول. تمام. قبل ما يعني نتكلم هاتفيا مع الاستاذ سمير السمان، بس احب اوضح ان في المؤتمر امبارح او في ورشه العمل اللي كانت بتعقد امبارح، احد المشاركين من سيناء قال جمله في منتهى الخطوره ربما بلاغيا، بيقول ان الشمس في سيناء من كتر قوتها وجمالها بتطلع الصبح وبالليل. الاستاذ سمير السمان اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه حضرتك. بمناسبه العيد القومي العالمي 6 اكتوبر، شكرا استاذ طارق، شكرا لضيوفك الكرام. كان نفسي اعمل تعليق مع الدكتور علي اسماعيل في الحلقه اللي فاتت النشره. دكتور علي اسماعيل لسه ما زال بيتعامل مع الجهاز الاداري للدوله ببيروقراطيه وروتين فوق ما نتخيله. اولا سعادتك قبل كل شيء، الخمس جهات اللي هي الاثار والمحاضر والجيش والمركز القومي استخدامات اراضي الدوله، كل المواقع دي تستغرق ما يقرب من 6 شهور الى 7 شهور الى سنه تقريبا. اولا سعادتك عمل قبل كده في وزير الزراعه السابق، قالوا يا جماعه نتعامل مع الشباك الواحد، اي بمعنى صح ان المواطن عادي يتقدم ب 10 او 12 خريطه وبعد كده يتقدم هم يبعثوا الجهات، ودي ابعت للجهات دي كلها اللي بتستغرق 7 8 شهور والفلاحه على نار مع انه بيزرع وكذا وكذا. لكن هناك في حاجه في الملكيه والحيازه اللي هي العامه مشروعات تعمير احنا بنسميها الحاف. الحاف ده في جميع الخرائط اللي موجوده الارض الملك الهيئه العامه لمشروعات التعمير. الناس كانت بتتقدم الاول وبعد كده يقول لك 8 شهر بالظبط تعالى شوف، يا اما الطلب بتاعه ينال قبول يقول له تعالى يا فلان ادفع رسوم المعاينه وكذا وكذا ويعملوا له عقد، يا اما ما بيطلعلوش الموافقه يقول لك الارض دي خارج الخطه. ليه انا انتظر 7 8 شهور واجيب خرائط واجيب مهندس نقابي يعتمد، مع ان انا عندي الحاف جاهز بدوس على الكمبيوتر بقول الحته اللي المواطن مقدم عليها ليا ملكي انا ولا مش ملكي، فيها اثار ولا ما فيهاش اثار. اولا تقدم السنه اللي فاتت لا يقل عن 372213 طلب وما زالوا مفقودين في قلب الهيئه العامه لمشروعات التعمير. ليه انا افتح الباب جديد واقول اللي عاوز يقدم من جديد وعاوز موافقات؟ يا جماعه هذا الكلام غلط. الدكتور طبعا احترام للدكتور علي اسماعيل بما له من خبره طبعا عميقه، لكن انا ايوه استاذ سمير انقطع الاتصال مع الاستاذ سمير السمان، رؤيتك واضحه ونتمنى يكون صوتك وصل وما تبقاش رؤيه وزير. وزير يقول شباك واحد، وزير يقول لا 5 شبابيك، يجي وزير تاني يقول 3 شبابيك، يجي وزير رابع يقول ما فيش ولا شباك. يا ريت تبقى رؤيه وزاره كامله، واللي عمل شيء اللي يجي بعديه يكمل في النقطه الناحيه الايجابيه. ممكن استاذنك في اتفضل. رد سطري على المداخله دي. اتفضل. الحقيقه في مصر في منذ سنوات تطبيق لتقنيه تسمى الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه، وتطبقه على أعلى مستوى جهاز من أحد أجهزة القوات المسلحة اللي هو جهاز استخدامات الأراضي اللي موجود قدام الاستاد. للأسف أنه وزارة الزراعة يعني منفصلة عن هذا، وجهاز إسناد الحيازات والتنمية والتعمير الزراعي إلى آخره بيسير بطريقة الطريقة اليدوية اللي هي الورقية، لكن جهاز المتطور الموجود في القوات المسلحة يمكن أن يستخدم زي ما قال الأستاذنا الفاضل في مداخلته، بحيث أنه الجي اي اس يعني معناها أنه كله موجود في لايرز طبقات على الكمبيوتر، 7 أو 10 طبقات من المعلومات
تغطي الخريطة، حضرتك بتدوس على المساحة المحددة بإحداثيات أفقية ورأسية، يعني خطوط طول وخطوط عرض في نهاية المطاف، تقدر تنزل لغاية حيازة لا تتجاوز الفدان الواحد، وتعرف دي بياناتها بالكامل إيه. فآن الأوان إن إحنا تكنولوجي بقى نستخدم تكنولوجي، ما هو موجود بس يفعل. تمام باشمهندس حسن اتفضل، عشان فاضلنا بس حوالي يعني 3 دقايق فنوزعها بينا من حضرتك وبين الدكتور. ايه خطتكم او ايه مشروعاتكم في نقول في شهر اكتوبر ونوفمبر اللي جاي؟ ان شاء الله في نهايه نوفمبر بامر الله تعالى هيكون اكتمل عندنا المشروع القومي الوطني الزراعي نماء، والمشروع ده هو بيعالج القضيه اللي اثرها المداخله الاستاذ سمير، قضيه الملكيه، قضيه الحيازه. بنستفيد في هذا المشروع برؤيتنا الحمد لله، نسأل الله انها تكون رؤيه ناجحه وملهمة للواقع المصري. بنستفيد من مشروعات سابقة من أيام محمد علي وحتى الآن ما فيها من نجاحات وما فيها وما عليها من إخفاقات، بحيث أن مشرع أو المسن القرار ما تبقاش العملية. أنا يعني أعترض على مع الأستاذ سمير اعتراض لا يخالف الود، أن الرقم الهائل من الطلبات اللي قدمت كان أكثرها من الطلبات اللي بتتم بمحاباة ومحسوبية، وفيها من الطلبات اللي عايزة تسقيع أراضي. احنا عايزين نستفيد من الفلاح التفتت الحيازي اللي حصل، ان المساحة الكويسة تبقى 2.5 فدان وخمس فدادين، ما عليها من إخفاقات أضرت بكبد وكلية المواطن المصري وأولهم الفلاح، وما أضرت بالفلاح نفسه اللي هو المستثمر الحي اللي حضرتك تفضلت وقلت وما عندوش خدمة طبية، وما عليها من أن هذا النموذج كمان ما ينفعش يتطبق بكرة في أرض الصحراء. إحنا كنا بنتكلم في المشكلة المائية مع دكتور محمد، أرض الدلتا وعقلية إدارة الدلتا لا تتوافق تماما مع الصحراء. يعني أنا النهاردة علشان أجيب الفلاح ده وأقول له تعالى عيش أنت وأسرتك على فدانين ونص أو على خمسة أو على عشرة غير اقتصادي، يبقى أنا بدمره. يبقى قضية الحيازات دي أحد ملفات الحكومة، ده مدرج في المشروع القومي إن إحنا إن شاء الله في رؤيتنا عاطين له حل. تمام. عاطين حل استاذن حضرتك يا باشمهندس حسن إن إحنا نطمع في لقاء آخر لموضوع نماء. أكيد مشروع نماء لأنه يتضمن 9 نقاط مقسومة إلى مجموعتين، رؤية في المشاركة الشعبية ورؤية في الإجراءات التنفيذية. يبقى على شهر نوفمبر كلنا لقاء إن شاء الله يكون المشروع اكتمل يكون نضج إن شاء الله. بالضبط بالتأكيد. دكتور صبري، أنا عايز أركز شوية على موضوع البحث العلمي في خلال يعني بالكتير دي أو نص دقيقتين. إيه رؤيتكم لارتقاء بواقع البحث العلمي الزراعي في مصر وارتقاء بوضع الباحث الزراعي في مصر؟ والله أولا بالنسبة للبحث العلمي بنحاول بقدر الامكان يكون البحث العلمي مرتبط بالمشاكل الواقعيه الموجوده على الارض، ما يبقاش البحث العلمي مجرد ابحاث بتتعمل وملهاش مردود تاني على ارض الواقع وتتركن على الرف وللاسف يبقى فوقيهاكم تراب. فاحنا بنحاول بقدر الامكان من خلال الائتلاف بنحدد بعض المشاكل الموجوده فيها وفيها شد احتياج ليها، سواء الفلاح الصغير سواء المستثمر الكبير، بحيث ان احنا نقدر نوجه الباحثين يا جماعه دي مشاكلنا. حضرتك يا فندم تقدر تعمل لي مصفوفه تقول لي القطاعات الموضوعات وتقول لي الابحاث بقى ندخل اشوف واعمل لينك على البحث حتى لو ابستراكت يعني نص صفحه، وبعدين ابقى انا اروح للبحث او للباحث مع داتا بيز عنه اقدر اوصل له بمنتهى السهوله؟ يعني قضيه اتاحه المعلومه دي نقطه في منتهى الاهميه حتى قبل ما نتكلم عن احنا ازاي نستفيد. انا كمواطن، انا كباحث، انا كاعلامي، انا كمستثمر، انا كاي حد عايز اعرف حاجه عن اي حاجه ما بعرفش فعلا. فهل ده ممكن يكون احد المشروعات؟ دكتور صبري استاذ حضرتك اكمل رؤيه الدكتور صبري، احنا فعلا اللي حضرتك بتقوله ده ابتدى فعلا في نقاش عندنا، وقلنا ان احنا طب مش قادرين نبتدي من البدايه ان قبل ما يبتدي الباحث يعمل بحثه في الجامعات او في مراكز البحوث، طب نعمل ايه؟ ده ياخد يستغرق زمن لتطويره عده سنوات الحقيقه، وبرنامج قومي على مستوى التعليم العالي ورؤيه تأتي عندما يكون هناك رئيس جمهورية إلى آخر. لكن اللي نقدر في إيدنا نعمله اللي هو حركة اللي بتتكلم عليه المصفوفة دي، طب ما ناخدها من الطرف الآخر النهاية. عندما تناقش رسائل وتركن في الرفوف، بدل ما تركن في الرفوف نحن نتولاها بعمل ملخص. الباحث بيقول ملخص في الرسالة بتاعته، ناخد هذا الملخص اللي بيقولهم دول بس نقولهم بشكل مختلف مختلف، ابلاي يعني ابليكابل
ممكن للتطبيق. يعني الباحث قد يذكر معلومات علمية لا تهم المزارع البسيط أو المستثمر، لكن يهمه الجانب التطبيقي، أنه يقول له احترس من كذا، أو تعامل مع كده أفضل، أو خد هذا الاختيار فهو أفضل اقتصاديا. لكن التحليل الإحصائي مش هيهم بالضبط كده. يعني لا هحط له معادلات كيمياء ولا فيزياء ولا إحصاء ولا رياضيات عليا، ماثيماتكس مش هحط له ده، ملوش دعوة. هو عاوز الخلاصة التي تفيده، قد تكون 5 سطور 7 سطور. وده عملناه فعلا في رسالة نوقشت أخيرا في زراعة القاهرة يوم 22 سبتمبر، وحولناها إلى 7 سطور بتتكلم على تملح الأراضي وتهديده لتدهور الأراضي في مصر. شكرا جدا ضيوفنا معنا، للأسف الوقت جري جدا، لكن إن شاء الله لنا لقاءات كتير جدا عشان نتكلم معاكم ونبقى نافذة حضرتكم ممكن تطلوا من خلالها من أفكاركم الجميلة. شكرا دكتور محمد فهمي حسين، أستاذ الهيدرولوجي وجيوكيميا الأراضي، وأيضا المهندس حسن غازي، عضو مجلس أمناء ائتلاف المهندسين الزراعيين، دكتور صبري دبوس، سكرتير عام مجلس الأمناء. شكرا لحضراتكم. مشاهدينا الكرام، نطلع لفاصل ونعود، والزميلة يارا ولقاء.